هلو هلو. سيف بيه، في بضاعة ما اتفقناش عليها تقريبا جاية غلط، بضاعة من اللي ما بنشتغلش فيها، تحب ارجعها؟ ترجع ايه بس يا سليم؟ استلم البضاعة ولما ترجع نتكلم في كل حاجة. وماله؟ بس يا ريت لما ارجع يبقى في مبرر مقنع. سلام. هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ هقدر اعلمك لغايه امتى؟ سيف بيحاول يحرج العطارين قدام الشركه بره، ويفهمهم ان سليم مش قادر يحمي الشحنه اللي داخله، جايب رجالته ياخدوا الشحنة. عملت ايه؟ كل حاجة زي ما طلبت يا سيدي. بلغتهم؟ وجاري التعامل كمان. في نفس الوقت البوليس على بعد كام خطوه منهم، ولو وصل هيقبض على كل اللي هناك. تم تحديد الهدف يا فندم. حدد لي الموقع. المعلومات طلعت صح يا فندم. هبعت لك دعم في الطريق يا طارق، ما ينفعش يهربوا. ما تقلقش يا فندم. انا عايز افهم كده العمليه تبقى باظت. احنا بنلعب، اللعب لسه بيبتدي ولسه هاي حلاوه. What's going, Smith? We will pay whatever you want. خلينا نتكلم عربي شوية. أنا مش عاوز فلوس. أنا عاوزك أنت والعربيات كلها. ما كنت بعتنا مع الأفارقة دول يا باشا. بدل ما أنت قلقان كده. الراجل اللي أنا بعته والرجالة معاه بياخدوا فلوس في الحاجات دي. ده غير بقى إنه هيجيب لنا كل السلاح. هيخلصنا من عيلة العطارين. مش هتقول لهم ماما. ده ايه يا سميت؟ انت نسيت انت بتكلم مين؟ سليم العطار. سليم بيه العطار. طارق الدعم في الطريق، اتعامل مع الهدف. ابدا اشتباك كامل. you
اللي وصلت صحيحه يا فندم وحصل اشتباك. ايوه نوح، الحقيقه انا مش عارف اشكرك ازاي. تشكرني بانك ترجع العطارين يقفوا على رجلهم تاني. ايوه يا فندم، كله تمام، بس في هدف هرب. هو انتوا بقى مش هتفهموني اللي بيحصل ولا الموضوع هيفضل بينكم بس؟ تقول له عمي ولا اقول له انا؟ لا فهمه انا دي يا يحيى. شوف يا سيدي، احنا طول عمرنا كعطارين ما بنشتغلش في السلاح التقيل زي ما انت عارف. سيف العزازي بقى كان عايز يدخل شحنه سلاح تقيل، لا وكمان ايه، كان عايز يقلها في شحنتنا ويقضي علينا، وبكده يبقى خرج العطارين من السوق الى الابد، ويبقى ضرب كل العصافير بحجر واحد. احنا بقى خدنا كل العصافير من ايده وخدنا من ايده الحجر كمان. لا افهم بقى ازاي عملت كده. شحنه سلاح كبيره قوي جايه، وسيف كان عارف ان مفيش حد يقدر يدخل كميه زي دي غير نوح، وعشان كده وسطني ان اكلمه. بس انا ما كنتش مرتاح للي بيحصل، وعندي نوح توقعاتي طلعت صح. السلاح اللي جاي تقيل، مش هي دي المشكلة. كمية السلاح اللي جاية كبيرة جدا، كمية أول حرب. ومن عند سيف يا معلم جات للمعلم.